السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عثمان في جديد، وفي الفيديو هذا راح نوريكم كيف كتبتم برنامج اسمه تيمورف اللي هو يعتبر الايفرمورف 2013. تو اليوم مسوي له ابديت، فكنا نستنى بس الابديت عشان يسوون عشان نسوي الجايد حقه. ففي البداية اضغطوا على اللينك اللي موجود عندكم في الديسكربشن، اذا ضغطتوا على اللينك اللي موجود في الديسكربشن راح يوديكم للموقع هذا. الموقع هذا موجود فيه الكوماندز كلها. طبعا الاول كنت تتذكرون ايام الايفرمورف كنا نسوي شرطه بعدين مثلا شيء ايفرمورف بعدين ماونت ورقم. الحين صارت اسهل شويه وبسطوها شويه. عندك شو اسمه، في عندك برنامج لازم يكون عندك، لازم يكون تحمل البرنامج الاول اللي موجود عندكم هذا، اللينك اللي هو الاول هنا تضغطه وتحمله. ولازم تفتح، طبعا هذا بنتكلم عنها بعدين، بس المفروض لازم تفتح واو 64، مش واو لانشر ولا واو اي اكس اي، واو 64 اللي موجود عندكم هنا تحت. زي ما تشوفون عندكم هذه واو، عندكم واو، عندكم واو لانشر، في عندك تحت هنا اسمها واو 64، هذه لازم تفتحها عشان شو اسمه يشتغل عندك التيمورف. هي نفس الشيء، اللهم ان ما ادري كيف، ماني مبرمج، ايش عرفني. ف في البداية راح نوريكم الكوماندز الموجودة عندكم. عندكم الكوماند الأول اللي هو مورف عن الرقم، دوت مورف رقم. التبسيط اللي هي دوت مورف بعدين رقم، هذا مثلا يغيرك لشكل الرقم هذا. لكل شكل في وورد اوف ووركرافت له رقم معين. الرقم هذا تاخذه وتكتبه زيه، مثلا عندك الليتش كينج مثلا 7 8 5 4 6، تحط تي دوت مورف 5 6 7 8 9 كذا ويطلع لك ليش كينج زي كذا مثلا، يعني مثال. وبالنسبه اذا تبغى تغير مثلا الريس، مثلا تبغى بنداريان، تبغى مثلا تصير مثلا خلينا نقول ان انت درويد ومو عاجبك مثلا التورن، تبي مثلا تصير اندد، تحط دوت ريس وتروح عند الارقام. مثلا عندنا مثلا الاندد 5 دوت ريس 5 يحولك الاندد. وانت بتغير من ميل لفيميل تحط دوت جندر، دوت جندر اللي هي تجي اللي هي زي هذه الموجودة عندكم تحت هنا. والارقام اللي هي موجودة عندنا هذه اللي هي مثلا 1 هيومن، 2 اورك، 3 دوارف، 4 نايت الف، اندد زي كذا. والشيء الجديد اللي عندنا في البرنامج هذا اللي هو غير الايفرمورف اللي جددوه من الايفرمورف، اللي هو يمديك تغير السكن، يمديك تغير لون الشعر، يمديك تسوي الحركات هذه كلها. اوكي، الحين بالنسبه للجيرز، مثلا انت مثلا عندك سيزون 12، تبغى مثلا يصير عندك سيزون 13 اليت، تبغى تصير هيبتك مع نفسك كذا. طبعا انت الوحيد اللي راح تشوف شخصيتك تصير زي كذا، غيرك بيشوفك كانك عادي متحلط. انت الوحيد اللي تكون يعني مع نفسك زي كذا، انت الوحيد اللي تشوفه. في البدايه انا نقول مثلا ابغى الحين اغير مثلا الايت، ابغى اغير الشولدر حقي، اخليه مثال يعني هو الحين سيزن 12، ابغى يصير سيزن 13. حط دوت ايتم بعدين عندك رقم. الرقم هذا موجود، اذا ضغطتوا على اللينك هذا اللي هنا يفتح لك صفحة جديدة. الصفحة هذه موجود على كل رقم جزء من الجيرز حقتك. فاذا ضغطنا على هذه بالضبط راح يكبر لنا الصورة هذه وراح يورينا كيف. مثلا عندنا 1 الهيد، مثلا 2 نيك، 3 شولدر. مثلا الحين احنا قلنا نبغى شولدر صح؟ نحط دوت ايتم بعدين رقم 3 بعدين نحط رقم الايتم نفسه اللي موجود عندنا في الوهيد في الموقع فوق. طبعا عشان شو اسمه اوريكم بس كيف تحصلون الرقم الاخير. مثلا خلينا الحين نفتح وهيد، خلينا نقول نفتح وهيد، او احتاج الصفحة دي. احنا نقول الحين بغينا الشولدر، نروح عند الداتا بيس، نروح عند ايتم ساتس ميجز، واروح عند مثلا وين مثلا الميج. ثواني بس. اوكي، هذه الميج، هنا الميج الاليت، وعندنا هذا هو الشولدر هنا. وزي ما تشوفون هذا هو الرقم فوق اللي هو 91241. فعشان اكتب الكوماند مرة ثانية نكتب دوت ايتم بعدين نروح عند 3 اللي هي الشولدر ونحط بعدين الرقم اللي هو هذا بدال شو اسمه، نحط الرقم اللي هو موجود عندنا في الموقع بدال الرقم هذا الموجود عندنا هنا. بالنسبة للانشات نفس الشيء، تروح عند وهيد، تروح تكتب مانجوس مثلا وتحط دوت انشات بعدين رقم الانشات الموجود عندك في وهيد. طبعا في برنامج موجود عندكم بعد في الديسكربشن، راح اشرح لكم اياه. هذا الاد مو برنامج، هو ادون. بدل ما تروح الموقع وتدور لك مثلا رقم الست وما ادري ايش، يكون كلها موجوده عندك في واو، موجود بعد الاي دي حقه هناك. بس خلنا نخلص بس بالشرح هذا، بعدين اوريكم اياه في اللعبه كيف. بالنسبه للسبيل دوت سبيل، تحط السبيل القديمه، الرقم الاول حق السبيل القديمه والرقم الجديد حق السبيل الجديده. مثلا تبغى مثلا، خلينا نقول مثال، طبعا الحين انا عندي الحين مثلا باير بلاست، ابغى بدل ما يصير شكلها باير بلاست يصير شكلها مثلا كيس بولت زي كذا. مثلا اخذ الرقم حق الباير بلاست اول شيء، واحط الرقم حق الكيس بولت ثاني رقم، اللي زي ما تشوفون عندكم هنا دوت سبيل الرقم حق الباير بلاست، الرقم حق الكيس بولت ثاني رقم. نفس الشيء عند الماونت دوت ماونت، بعدين اخذ لك الرقم هذا حق الماونت. طبعا في حركه انا عندي اسويها في الموقع، ما ادري اذا هو البرنامج عنده نفس الحركه، بس على ما اظن موجوده فيها الرقم، راح نشيك بعدين. خلينا نقول مثلا تبغون انتم الحين مثلا تبغى ماونت صح؟ داتابيس، روح عند اول شيء، روح عند براوس، نروح عند ايتمز، ونروح عند هذه اللي هنا ما ادري شو اسمها، ونروح عند ماونتس مثلا جراوند ماونت. اوكي خلينا نقول مثلا نقول مثلا ابغى هذا، مثلا ابغى هذا الماونت الجديد مثال يعني. مثلا تروح عنده، تضغطه، تروح باليمين انسبكت elements، ويفتح لك صفحه جديده. تحط اظن كنترول اف، وبيطلع لك السيرش عندك هنا، تكتب display ID، وتحرك هذا شوي من هنا، بيطلع لك هنا الرقم 44837، اللي هو هذا هو رقم الماونت نفسه، اللي هي بيصير دوت ماونت، بعدين الرقم نفسه اللي هو 44837. نفس الشيء التايتل، طبعا كله عن طريق الوهد يعني، الله يعينك يعني، بتقعد وهد تروح تسوي التاب 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 لما تطلع روحك. وبالنسبه للبرنامج، اللينك حق البرنامج نفسه اللي هو دي تيمورف دوت زي اي بي، طبعا يبغى لك وينرار عشان شو اسمه تسوي له اكستراكت، وعشان اذا تبي تعرف اذا ما في فيروسات ولا شيء عندك الموقع هذا تقدر تخشه وتشيك على تشيك على اللي هو نفس الملف، عشان تبي تعرف اذا هو في فيروس ولا ما في فيروس. يكون كذا خلاص. الحين غطينا على نفس الصفحه هذه اللي كل موجود فيها. الحين راح نخش اللعبه وراح اوريكم واحده واحده وكيف تسوونها. اوكي طيب، الحين عشان نشغل بس البرنامج اللي هو نفسه تيمورف بعد ما نحمله. طبعا في عندكم ملف اسمه tinject.exe، تضغط عليه راح يقول لك enable to locate wow 64 process، عشان يقول لك، عشان انا ما بعد افتح اللعبه. بس اذا فتحت اللعبه وشغلت اللي هو شو اسمه تيمورف، راح يقول لك خلاص انجكشن سكسس، ويقول لك اضغط انتر عشان تكون خلاص يعني خلصت. فالحين نفتح واو. انا بس اخش الحين على اللعبه. اوكي الحين زي ما تشوفون عندي شخصية هنا، شكلها عادي ما فيها ولا شيء. الحين مثلا عشان اشغل البرنامج، اروح عند نفسه هو تي انجكت زي ما قلنا، ضغطت تي انجكت، راح يقول لي ثواني بس، راح يقول لي انجكت سكسسفول بريس انتر تو كلوز، خلاص تضغط عليه انتر كلوز وقفلها. وعشان تعرف كيف اذا يعني اذا اشتغل البرنامج عندك في الواو ولا لا، بيجيك هنا عندك في الشات مكتوب عليه تيمورف موب اديشن لودد، خلاص. طيب الحين خلينا نبدا فيها وحبه حبه زي ما قلنا. اول شيء خلينا نقول نبغى نغير اللي هو الريس، مثلا انا الحين انديد، مثلا ابغى اصير هيومن. كم قلنا رقمه؟ 1 صح؟ 1. اوكي ثواني بس معليش. ذات ريس 1، هو بياخذها فتره شوي بس عشان شو اسمه يصير لود، لان مع فرابس شويه يطول. اوكي الحين تحول. الحين زي ما تشوفون الحين هيومن، بس انا ما عندي يعني عادي، ما عندي حتى. شوف هذه وولفز موجوده، كل شيء موجود. طيب الحين خلينا نقول نبي اغير الحين، ابغى اصير مثلا فيميل. ما ابغى ميل، ابغى فيميل. تضغط خلاص دوت جندر ويطلع لك خلاص انت الحين فيميل. نفس الشيء الحين مثلا نقول طبعا انا عندي ماكرو. انتو طبعا انا انصحكم تسوي لها ماكرو بدل ما تقعد كل شوي تغير في الجيرز الماكرو عندي اسمها فليمز، عندي كل الايتمز اللي ابيها. هنا عندي واحد حق الهيد وزي كذا. طبعا اذا غيرته اذا خلاص يصير اضغط الماكرو على طول يغير الجيرز حقتي زي ما تشوفون الحين قدام عينكم. اوكي الحين بالنسبه للماونت نضغط دوت ماونت. بس ابغى خلينا ناخذ الرقم دوت ماونت 44837 ونستدعي الماونت حقنا. طبعا هو بس يسوي لودنج طويل عشان انا قاعد اسوي فرابس، اذا ماسك تسوي فرابس يصير عادي ما في مشكله. وهذا هو عندنا ماونتن مدري جوت مدري السالفه. الزبده ماونت ما لنا دخل فيه، احنا اصلا مستدعين ماونت اللي هو نفسه ذا حق الصاروخ. ف طيب ايش باقي بعد غير هذولي؟ انا خلاص يعني كل شيء شرحناه ما في شيء ناقص. اذا نسيت شيء ولا شيء اتركوا لي في الكومنت وان شاء الله راح اجاوب عليه. فيعطيكم الف عافيه. طبعا بالنسبه للبرنامج عشان ما بعد ثبته، بس بحط لكم لينك في الديسكربشن عشان اذا تبون تحملوا البرنامج وكل شيء. فيعطيكم الف عافيه، ان شاء الله يكون فاتكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. A 100 days have made me older since the last time that I saw your pretty face. 1,000 lies have made me cold.